إطار الاستعدادات الأمنية لتغطية الاحتفالات ديال رأس السنة الميلادية، سطرت ولاية أمن طنجة خطة أمنية محكمة مستلهمة من توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تفعيل شرطة القرب وكذلك التواجد الأمني على مستوى جميع المحاور ديال المدينة. هذه الاستراتيجية هي معتمدة طيلة السنة، لكن نظرا للخصوصية ديال اليوم وكذلك المراعاة للظرفية الراهنة، فقد تم التدعيم وتجنيد جميع الوسائل البشريه واللوجستيكيه الموضوعه رهن اشاره ولايه الامن حتى تمر هذه الليله في اجواء امنه، عن طريق اعتماد جميع الفرق المتخصصه بما فيها فرقه مكافحه العصابات، الفرقه الجهويه للتدخل، الفرقه الجهويه لمكافحه المتفجرات، الفرق السينوتقنيه، لقوات حفظ النظام، وكذلك الشرطه ديال تدبير حركه السير والجولان. نظرا اللي كما كتعرفوا ان المدينه في هاد الاحتفالات كتعرف توافد عدد كبير من الوافدين سواء مواطنين مغاربه او اجانب، الغايه من التواجد على مستوى جميع المحاور ديال المدينه هو تسهيل حركه السير والجولان، وكذا التواجد الامني وتفعيل الدور السباقي والوقائي من اجل الحفاظ على سلامه وامن المواطنين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.